مستجدات عالم التكنولوجيا والاتصالات، معكم كل أسبوع في تكنونايل على شاشة النيل. أهلا بكم في هذه الحلقة. معنا موضوعات عديدة لكنها تدور كلها في فلك الاتصالات والتكنولوجيا، وموضوعنا الرئيسي هو حصاد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر للعام المنقضي 2021. كونوا معنا في هذه الحلقة الختامية لهذا العام والمتميزة جدا، وبإذن الله تنال إعجابكم في كل فقراتها. نبدأ أولا بهذا التقرير من إعداد زميل أحمد صبيح. أعلن مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ في ليلة وضحاها حقبة جديدة في تاريخ التواصل الاجتماعي عبر مشروعه الجديد الذي أسمى ميتا، وفي مرحلة جديدة قال إنها تجعل مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر تطوراً. وأثار قرار رئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ بتغيير اسم شركته للتواصل الاجتماعي إلى ميتا جدلاً واسعاً حول العالم. وكان زوكربيرغ قد أعلن في حدث كونكت التابع لشركته أن اسم فيسبوك الجديد سيكون ميتا. وأوضح زوكربيرغ أن الهيكل المؤسسي للشركة لن يتغير، وأضاف أن اسم فيسبوك لا يشمل كل ما تفعله الشركة الآن بشكل كامل، ولا يزال مرتبطا ارتباطا وثيقا بمنتج واحد. ولكن مع مرور الوقت يأمل زوكربيرغ أن ينظر إلى فيسبوك على أنها شركة ميتافيرس. كشف إيلون ماسك أن شركته نورالينك تأمل في البدء بزرع شرائحها الدقيقة في البشر العام المقبل، حيث تعمل الشركة التي أسسها ماسك منذ عام 2016 على تطوير شريحة يتم زرعها في أدمغة الناس لتسجيل وتحفيز نشاط الدماغ في وقت واحد. والغرض منها هو أن يكون لها تطبيقات طبية مثل علاج إصابات الحبل الشوكي الخطيرة والاضطرابات العصبية. وقال ماسك إن نورالينك تعمل بشكل جيد مع الخرود، ويأمل ماسك أن يكون لدى شركته أوائل التجارب البشرية التي ستكون لأشخاص يعانون من إصابات شديدة في النخاع الشوكي مثل الشلل الرباعي العام المقبل. أطلقت مايكروسوفت ويندوز 11، وهو أول تحديث رئيسي لنظامها خلال 6 سنوات. وبدأ توفير النسخة الجديدة لمستخدمي ويندوز الحاليين تحميله كترقية مجانية، وذلك وفق عمر أجهزتهم ووضعه. وكانت مايكروسوفت أوضحت في وقت سابق أن نهجها التدريجي والمدروس لتقديم نظام التشغيل الجديد سيبدأ مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز 10، وأجهزة الكمبيوتر التي تأتي محملة مسبقا بنظام ويندوز، حيث سيتم إبلاغ المستخدمين المؤهلين للتحديث الجديد، متوقعة أن تكتمل عملية التحديث لدى المستخدمين المؤهلين للنسخة الحديثة بحلول منتصف عام 2022. أعلنت شركة زيبلاين عن استخدام طائرات توصيل مسيرة تشغلها الشركة في غانا حتى تتمكن من إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد على نحو أسرع للسكان خارج المدن الرئيسية. وأجرت زيبلاين أول رحلة لنقل عينات لإجراء فحوص الفيروس في الأول من أبريل، ونقلت عينات من أكثر من 1000 منشأة صحية في المناطق الريفية إلى مختبرات في العاصمة أكرا وفي كوماسي، ثاني أكبر مدن البلاد. وفي مايو الماضي أصبحت غانا أيضا واحدة من أوائل الدول التي تقدم لقاحات كوفيد-19 من خلال طائرات بدون طيار. We'll be right back.
نجح المهندس المصري محمود الكومي في اختراع روبوت يمكنه استخلاص الماء من رطوبة الهواء. واستلهم المهندس الحاصل على جائزة جنيف للاختراع الفكرة من رحلات وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا لكوكب المريخ. وصمم الروبوت ليعمل في ظروف مناخية مشابهة لتلك الموجودة على الكوكب الأحمر، والمعروف أن طقسه مشبع بنسب عالية من الرطوبة. وأوضح الكومي أن الروبوت يستطيع استكشاف المناطق في الفضاء التي يكون بها أعلى رطوبة لوضع محطة لتوليد المياه، لافتا أن توجه الدولة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا كان بالنسبة له الحافز لتصنيع مثل هذا المشروع في مصر. أهلا بحضراتكم من جديد. يعني في ظل ما تشهده مصر من تطور في كافة القطاعات تحت شعار الجمهورية الجديدة، تسعى الدولة للتحول الرقمي. بناء مصر الرقمية استراتيجية بتعمل من خلالها الدولة لتعزيز وإتاحة الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين في كافة القطاعات والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وإعادة بناء الإنسان المصري عبر إتاحة هذه الخدمات إلكترونيا، مما يتيح فرص لتوفير الوقت والجهد وغيرها من الإجراءات التي كانت تستغرق وقتا طويلا في الماضي. بالتأكيد هذا ينعكس أيضا على الأداء الحكومي وما يقدم من خدمات للمواطنين ورقمنة كافة الوثائق الحكومية. معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. دكتور عبد الوهاب أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا المشاهدين الكرام. يعني إذا ما تحدثنا عن التحول الرقمي في مصر لم يعد مصطلح جديد، لأنه الدولة الحقيقة اتجهت نحو التحول الرقمي منذ فترة، والمواطنين أصبحوا بالفعل يعني يتلقون خدمات كثيرة أونلاين ويستفيدون من هذه الخدمات. تعليق حضرتك عما وصل إلى التحول الرقمي في مصر حتى الآن. الحقيقة الحكومة المصرية قطعت شوط كبير في مشروعات التحول الرقمي، وخاصة احنا الرؤية الثاقبة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدخال التكنولوجيا في جميع مجالات الدولة المصرية وخاصة في التعليم والصحة قطعنا شوط كبير. لما أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية المصرية من حوالي 4 سنين، الحكومة اتجهت لتوحيد جميع قواعد البيانات اللي موجودة في الوزارات في قاعدة بيانات واحدة، وانشئ أكبر مركز معلومات في أفريقيا والشرق الأوسط في العاصمة الإدارية الجديدة عشان يخدم مصر الرقمية. ومركز المعلومات ده اتكلف حوالي 16 مليار جنيه، لأنه مركز مش عشان يخدم مصر النهاردة، يخدم مصر النهاردة وللمستقبل. وكمان مصر طورت البنية التحتية التكنولوجية على مستوى خريطة مصر كلها، يعني تم استبدال معظم الكابلات النحاسية اللي كانت ناقلة للصوت والإنترنت في مصر بكابلات من الألياف الضوئية، وده أدى إلى مضاعفة سرعة الإنترنت 8 مرات، تضاعفت سرعة الإنترنت من حوالي 5 ميجا بت بير سكند من حوالي 4 سنين، وصلنا إلى هذا العام حوالي 45 ميجا بت بير سكند، ودي سرعة معقولة جدا. أما المدن الذكية الجديدة زي العاصمة الإدارية والعالمين والمنصورة وغيرها بدأ بسرعات عالية من الأول، لأنها كلها من الألياف الضوئية، وبدأت بحوالي سرعة من 100 إلى 200 ميجا بت بير سكند. طب احنا ليه بنقول هذا الكلام كله؟ لأن الحكومة عايزة توفر للمواطن خدمات رقمية يحصل عليها من خلال تطبيقات الموبايل أو من خلال منصة مصر الرقمية، وياخد الخدمة اللي هو عايزها وهو قاعد في بيته في أي وقت خلال 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، من غير ما ينزل في الشوارع ويروح يقف طابور ثم طابور ثم طابور. دي أول نقطة. إذن احنا وفرنا حوالي 3-4 مليون من المواطنين كانوا بينزلوا بشبه يومي للوزارات والمحليات للحصول على خدمات تجديد تراخيص سيارات أو مباني أو محلات أو الحصول على مستندات. نعم. بقى ياخد الخدمة وهو قاعد في البيت. طب ده أدى إلى إيه؟ أولا تقليل الزحام، توفير
توفير ملايين من ساعات العمل للناس دي كانت بتاخد اجازات من شغلها عشان تروح تاخد الخدمه، عباره عن كمان قللنا التلوث، لان الثلاثة أربعة مليون اللي كانوا بيتحركوا في الشوارع عشان الحصول على خدمات كانوا بيحرقوا بنزين في السيارات الخاصة او السيارات العامة، وده بيؤدي الى التلوث. كمان احنا كل الكلام ده في النهاية صب في مصلحة المواطن الى راحة المواطن، وفر فلوس التكلفة اللي كان هيدفعها، ودخلنا بقى في منظومة اخرى، منظومة الشمول المالي. لان الدفع في هذه الحالة بقى الدفع الكتروني، وهنا بقى ميزة في التحول الرقمي بجانب خدمة المواطن 24 ساعة بسهولة ويسر والحصول على خدماته. كمان قضينا على الفساد من المنبع، لان فصلنا ما بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، وكمان بتدفع الفلوس في هذه الحالة من خلال وسائل دفع رقمية، سواء اي بطاقة بنكية او من خلال اي بوابة دفع الكتروني، وبتاخد الخدمة على طول وانت قاعد مكانك، سواء دفعت فاتورة او خدمة معينة. كل هذا في النهاية ادى الى خدمة مواطن اسرع، خدمة حكومة افضل للمواطن. دخلت في منظومة تشاركية حكومية، قضيت على منابع الفساد، لان ما بقاش في كاش في هنا، بقت الفلوس كلها بتنتقل رقميا. دخلت كمان في منظومة الشمول المالي، لان الفلوس كلها بتدخل على البنك مباشرة. هل هذا الكلام جه بسرعة وبسهولة؟ طبعا لا، الحكومة صرفت ما يقرب من اكتر من 100 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية التكنولوجية على مستوى مصر. كمان الحكومة علشان تعمل هذه الخدمات في المناطق النائية زي سيناء والوادي الجديد وتوشكا وحلايب وشلاتين، اطلقت القمر الصناعي سيبا واحد للاتصالات والانترنت فائق السرعة عريض النطاق، لان صعب ان انت تقدر تمد كابلات فايبر اوبتيك من القاهرة للوادي الجديد وتوشكا وحلايب. احنا لما شفنا فخامة الرئيس خلال هذا الاسبوع في الصعيد في توشكا، وقال هو بنفسه، قال احنا الخدمات دي كلها لازم وزارة الاتصالات تمد لها ابراج علشان الاتصالات وعشان الانترنت. الحكومة طبعا كحلول سريعة بقى عندنا شبكة ارضية بنطورها، وعندنا شبكة فضائية من خلال القمر الصناعي طيبة واحد عشان ينقل الانترنت بسرعة للمناطق الحدودية. اذا احنا النهاردة بصدد ان يكون عندنا اكبر مركز معلومات هيخدم الحكومة كلها. طبعا المواطن هيحس بتطور الخدمة اكتر لما تنتقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لأن هتبدأ تشتغل على الشبكة الجديدة. هل الشبكة اللي موجودة في العاصمة الإدارية هتخدم سكان العاصمة بس؟ لا، هتخدم مصر كلها، لأن هو ده عقل مصر. طيب، هو ده. طيب دكتور عبد الوهاب، يعني عذرا للمقاطعة، لكن عايزين نتكلم عن الصعوبات اللي بتواجه التحول الرقمي في مصر، إزاي ممكن نحلها؟ ثقافة التحول الرقمي أيضا عند المواطنين ولدى الأجيال المتعاقبة، يمكن يعني الأجيال الجديدة فهمة التحول الرقمي وقادرة تستفيد من خدماته المختلفة، لكن لسه في الأجيال الأكبر سنا شوية بالنسبة لها التكنولوجيا لسه جديدة بالنسبة لهم. كلمني عن الصعوبات بشكل عام. الحقيقة مشروعات التحول الرقمي في العالم كله بتواجه تحديات. التحديات هنا مش في مصر بس، أكبر تحدي بيقابل العالم كله الفجوة الرقمية ما بين المواطن وتسارع التكنولوجيا. احنا داخلين النهاردة في التكنولوجيا اللي بتتعامل بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والنظم الذكية وتحليل البيانات الضخمة، واحنا لسه المواطن، في جزء من المواطنين عنده أمية القراءة والكتابة. لازم احنا لازم نعمل حملات توعية من التعليم والثقافة والإعلام والمجتمع المدني، نوعي المواطنين بأهمية الثقافة التكنولوجية، كيف يتعامل مع الموبايل، كيف يتعامل مع تطبيقات الموبايل أو تطبيقات على اللابتوب. دي اول نقطه. الحقيقه الحكومه قطعت شوط كويس جدا، يعني احنا لما دخلنا التعليم من خلال التابلت في المدارس الثانويه كانت دي خطوه سباقه. لما جه النهارده ازمه وباء كورونا، قدرت مصر كدوله وحيده في الشرق الاوسط وافريقيا ان تتم العام الدراسي بامتحانات اونلاين، في حين ان دول كتيرة ما قدرتش تتم العام الدراسي لان ما كانتش خدت خطوة استباقية. دي اول نقطة. التحدي الاكبر كمان اللي بنقابل مصر
خوف المواطن في التعامل الرقمي وخاصة في دفع الفلوس. نعم. هنا بتدخل بقى في إجراءات أمن وسرية المعلومات وأعمال القرصنة الإلكترونية. احنا شفنا في الفترة الأخيرة الحمد لله المنصة الجديدة عندنا بوابة مصر الرقمية أو عقل مصر في العاصمة الإدارية الجديدة محمي بطبقات من التطبيقات والتسفير للبيانات المنقولة ما بين المواطن والحكومة علشان أعمال القرصنة. نعم. لكن مازال المواطن في مصر والعالم الخارجي كله بيخاف من عملية تبادل معلوماته إلكترونية أو رقميا علشان خوفا من عملية القرصنة. النقطة الثانية كمان عدم ثقة المواطنين بشكل عام في الإجراءات الرقمية. يعني احنا لما نيجي نقول النهاردة مصر عايزة تبيع منتجاتها للعالم كله والمواطنين من خلال منصات التجارة الإلكترونية، لأن أنت مش معقول النهاردة لسه هتقعد تبيع بالأساليب القديمة تعمل معارض أو تعمل حاجات معينة، لأن أنت لازم تبيع من خلال التجارة الإلكترونية. إحنا لما نيجي نقول العالم بيتحول رقميا النهاردة بالتأكيد. بشكرك دكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. أهلا بحضراتكم مرة تانية. يمكن من خلال حديثنا في الفقرة السابقة مع دكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أشار في نهاية حديثه إلى خوف المواطنين من القرصنة الإلكترونية. الحقيقة القرصنة الحمد لله ما حصلتش في مصر خلال العام الماضي بشكل خطير، لكن حصلت في أرجاء كثيرة من العالم الحقيقي وكان ليها أهداف وأغراض كثيرة جدا. هجمات إلكترونية الحقيقة تنوعت أهدافها ما بين استهداف تسريب معلومات أو بيانات معينة، ما بين العبث بانتخابات وتزوير نتائجها وبياناتها، أو حتى وضع بيانات المستخدمين بين أيدي المخترقين بهدف الضغط عليهم لدفع فدية مالية ضخمة. خلينا نحط ملف الهجمات الإلكترونية في عام 2021 أمام ضيفنا عبر الهاتف المهندس عمر سامي خبير أمن المعلومات. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا سادة المشاهدين. يعني لو اتكلمنا عن أبرز الهجمات الإلكترونية في 2021 حضرتك يعني ياريت تقول لنا أبرز هذه الهجمات وأهدافها كانت إيه؟ بص، سنة 2021 حقيقة كانت هجمات إلكترونية كانت خطيرة جدا، وكانت أول مرة تحدث في العالم إن هذه الهجمات ممكن تأثر على البنية الأساسية لدول كبيرة زي الولايات المتحدة الأمريكية وتأثر على مختلف دول العالم. فالحقيقة كان لها تأثير كبير، مستغلين فترة وباء كورونا وإن العالم كله اتجه إن هو بيعيش أونلاين وبيمارس حياته كلها على الانترنت، فزاد نشاط القرصنة بدرجة كبيرة جدا مع زيادة نشاط استخدام الناس في لشبكة الانترنت. جايز أهم حاجة حصلت في السنة 2021 هو هجوم الفدية الذي استهدف خطوط نقل الوقود في الساحل الشرقي للولايات المتحدة. الهجوم ده حصل تقريبا في شهر مايو وتسبب في توقف واحدة من أكبر الشركات الأمريكية لنقل الوقود عن العمل، وأدى ذلك إلى خفض
امدادات الوقود لحوالي 20 ولاية أمريكية، واستمر هذا الوضع لمدة أكثر من أسبوع. فدي كانت أول مرة يحصل هجوم على بنية أساسية لدولة، وخاصة لو ضعنا في الاعتبار أن هذه الدولة هي الولايات المتحدة الأمريكية، أقوى دولة تكنولوجية في العالم وأقوى اقتصاد في العالم. فدي الحقيقة كانت ظاهرة خطيرة ومؤشر خطير. نعم. وزي ما احنا عارفين هذا الهجوم استخدم فيروس الفدية. فيروس الفدية بيشفر الملفات التي توجد على الحاسبات للجهات المستهدفة زي شركة نقل الوقود اللي احنا بنتكلم عليها. صحيح. لا توجد طريقة حتى الآن في العالم لفك هذه التشفير إلا من خلال دفع فدية لهؤلاء القراصنة الإلكترونيين لكي يعطونا مفتاح فك التشفير. تمام. اعتقد ايضا باشمهندس كان في هجوم ايضا الكتروني على بعض المنصات الاعلاميه، اعتقد في طبعا هجوم تم في شهر مارس على محطات تلفزيون في استراليا. صح. وتسببت في ايقاف الارسال التلفزيوني لعده ايام على هذه المحطات، ودي طبعا بتعتبر برضو مؤشر خطير لاستهداف ليس الجانب الاقتصادي فقط وإنما الجانب الإعلامي. من برضو الحاجات الخطيرة اللي حصلت في سنة 2021 هو إن القراصنة أصبحوا يستهدفون شركات البرمجيات. نعم. الشركات التي تبيع برمجياتها لآلاف وعشرات الآلاف من العملاء، واستطاعوا إن هم يرسلوا البرامج الخبيثة التي يطورونها من خلال عن طريق اختراق شركات البرمجيات، وبالتالي نقل هذه البرمجيات الخبيثة إلى عشرات الآلاف من العملاء ويمكن أكثر من كده كمان. وكان مثال واضح على هذا الموضوع هو اختراق شركة سولار وين. دي شركة متخصصة في إدارة الحاسبات الخادمة. الحاسبات الخادمة توجد في الشركات الكبيرة والمؤسسات، واستطاع هذا الاختراق أن ينال من وزارات سيادية في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. فتم اختراق الحاسبات الخادمة لوزارات زي الخارجية وزي الخزانة وزي الدفاع والأمن الداخلي في الولايات المتحدة. تمام. كان يمكن أيضا الحدث الأبرز فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية هو انهيار فيسبوك والمنصات التابعة له وتوقفها لعدد من الساعات، أثر على يعني النظرة إلى الفيسبوك في العالم كله، وكان يمكن أسباب ده اتقال ساعتها أنه كان هاكر صيني وغيره، لكن يمكن كان فيه غموض حول هذا الموضوع. تعليق حضرتك على ما حدث في نظام فيسبوك والمنصات أو المواقع التابعة له وأسباب ده إيه؟ خلينا أقول لك أن شركة فيسبوك الحقيقة عام 2021 كان عام غير سعيد بالنسبة لها، لأن في إبريل، في شهر إبريل تم اختراق حسابات 533 مليون مستخدم لشبكة فيسبوك، ودي الحقيقة كانت ضربة قوية جدا، لأن الحسابات اللي تم اختراقها تم تسريب بيانات شخصية لهؤلاء مئات الملايين من مستخدمي فيسبوك على الإنترنت بما فيهم أرقام التليفونات وحسابات البريد الإلكتروني وحتى رقم التليفون بتاع مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك تم اختراقه وتم نشره على مواقع القراصنة. فدي كانت أول ضربة للحقيقة لفيسبوك. الحاجة الثانية هو إن توقف شركة فيسبوك عن العمل لمدة 6 ساعات. نعم. في شهر أكتوبر مع شركتها التابعة زي إنستغرام وزي واتساب. طبعا هذا التوقف لم يصيب فقط من يستخدموا الفيسبوك والشبكات الأخرى في العلاقات الاجتماعية، وإنما أصلا أيضا في مجال العمل وفي مجال الأعمال في العالم. فده كانت الحقيقة كانت ضربة قوية جدا لفيسبوك، وحتى الآن لم تشير فيسبوك إلى السبب الحقيقي لتوقف العمل على شبكتها على مستوى العالم لمدة 6 ساعات. نعم. بشكرك المهندس عمر سامي خبير أمن المعلومات.
لسه مع حضراتكم في هذه الحلقة الخاصة من تكنو نايل، آخر حلقة في عام 2021، واللي بنرصد فيها حصاد تكنولوجيا والاتصالات في عام 2021 في كافة المجالات. خلونا نتكلم عن قطاع الاتصالات في مصر، حقيقة من أبرز القطاعات وأكثرها نموا، مش بس علشان زيادة عدد المستخدمين والمستفيدين من هذا القطاع، وكمان علشان زيادة عدد الخدمات اللي بيقدمها هذا القطاع، تأثره بالتكنولوجيا في العالم وتطورها يوم بعد الآخر، تأثره أيضا بارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري، وبالتالي هو بيتماشى مع تطور وطبيعة الحياة والعصر. طبعا رغم جائحة كورونا، لكن هذا القطاع مستمر الحقيقة في النمو، وحقق طفرات ملموسة في محافظات مصر المختلفة من خلال بناء قواعد عريضة من الكوادر التقنية ودعم المشروعات القومية الكبرى. معنا الحديث عن هذا الموضوع المهندس وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات سابقا، أهلا بحضرتك. لو اتكلمنا عن أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر عام 2021 نقول إيه؟ القطاع بقاله فترة قطاع واعد وبينمو بصفة مستمرة، والحقيقة إلى جانب أنه هو بينمو لوحده نتيجة أنه بيحاول يتطور ويبني نفسه ويغير التكنولوجيات اللي بيستخدمها، لأن الاقتصاد المصري بينمو وهو ده قطاع خدمي، وبالتالي في فرصة كبيرة أنه هو ينمو معاه ويقدم خدمات أكتر لاحتياجات القطاعات الأخرى من الخدمات دي. القطاع نما في اتجاهات مختلفة، سواء في بنية أساسية زي ما احنا شايفين وحاسين أن بنية الإنترنت اتعدلت ونمت بدرجة كبيرة جدا. طبعا نمو الإنترنت ده من سرعة من حوالي 5 ميجا إلى حوالي 45 ميجا، ده انعكس على الخدمات اللي بتقدم، وده على فكرة المتوسط السرعة، لأن في حتة زي ما ذكر زميلي المهندس عبد الوهاب دكتور عبد الوهاب ان في حتة فيها 200 ميجا في العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي المتوسط ده يعني ان يعني اخر حتة في جمهورية مصر العربية عندها انترنت واصل بصورة او اخرى. تمام. القطاع نما ايضا في مجال اعداد كوادر وتدريبهم للمستقبل، ففي مجهود كبير وزل من وزارة الاتصالات عشان تقدم تدريب متطور جديد للشباب بتوعنا. وزارة الاتصالات مركزة على مجال التدريب للتكنولوجيات الحديثة من الذكاء الصناعي أو يعني قواعد البيانات الضخمة والتعامل معها، أو من الانترنت الأشياء، أو من حتى الجزء الجديد اللي بنسمعه دلوقتي اللي هو الفيرتشوال رياليتي والأجمانتد رياليتي اللي بخلى بيه الفيسبوك في الواقع الافتراضي. تمام. طيب خلينا نتكلم عن هذا القطاع بلغة الأرقام، لأنه ده الحقيقة هيحطينا على الوضع الحقيقي والواقعي لقطاع الاتصالات في مصر. ارتفع معدل نمو القطاع إلى 16% مقارنة ب 15.2% العام السابق، أسباب ذلك من وجهة نظرك؟ زي ما قلت حضرتك ان القطاع بينمو مع القطاعات الاخرى، والقطاع بينمو داخلي ايضا، وبالتالي نتيجة المشروعات الكبيرة اللي ظهرت والمدن الكبيرة اللي ظهرت اللي كان نظم معلومات هي الاساس او المحور بتاع تطويرها. النهاردة كان عندنا مشاريع كبيرة جدا في خلال الفترة اللي فاتت دي، مشاريع بنية اساسية ومشاريع تطبيقات اللي بيها قدمت الوزارة خدمات جديدة للمواطنين. الخدمات دي طبعا كان وراها برمجيات وراها ديفلوبمنت، وراها شركات كتيره بتشتغل عشان تحقق هذا المجال، وبالتالي كل القطاع بشركاته نمت نتيجه لنمو القطاعات الاخرى ونتيجه للتركيز اللي موجود من الدوله دلوقتي على هذا القطاع. كمان الارقام بتقول لنا انه نسبه مساهمه القطاع في الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت من 4.4% عام 2019-2020 الى 5% في 2021. تمام، لنفس الأسباب اللي ذكرتها. طبعا إحنا في القطاع بنتعشى من هنوصل ل9%، الهند في هذا المستوى، ونعتقد أن إحنا ماشيين بخطى حسيسة في هذا الاتجاه أن يكون لنا دور كبير في نمو الاقتصاد القومي من خلال نمو القطاع ومساهمته الأكبر في الاقتصاد القومي، وبإذن الله يتحقق ده في خلال 4 سنين بإذن الله. تمام. ما يتعلق بالصادرات الرقمية، وأستاذن حضرتك تعرف المشاهدين يعني إيه الصادرات الرقمية، لكن هي نمت الحقيقة من 4.1 مليار دولار في 2019-2020 ل 4.5 مليار دولار في 2020-2021. الصادرات اللي بنصدرها بتنقسم إلى برمجيات، والبرمجيات دي برمجيات جاهزة، بتنقسم إلى خدمات بنقدمها من خلال تقديم دعم فني للبرمجيات دي،
من خلال قواعد زي بيانات أو مراكز معلومات. المراكز المعلومات دي بتقدم خدمات عبر الحدود لجهات أخرى بتحتفظ ببياناتها عندنا وبتستخدمها عندنا. إلى كول سنترز بقت موقفنا قوي جدا في الفترة الأخيرة دي. احنا دلوقتي مش بس نمرة واحد على أفريقيا، احنا نمرة 15 على العالم، وده يمكن موقف احنا كنا فيه في 2010، لكن نتيجة ل 2011 احنا تأخرنا جدا. الحمد لله احنا رجعنا خدنا ما كنا نتبول ليه، ونتعشم ان احنا نكمل عالميا نطلع في العشرة الأوائل إذن الله في خلال السنتين الثلاثة الجايين. تمام. يمكن كمان في تقدم لترتيب مصر الحقيقة في مؤشرات كثيرة، يعني مصر جاءت ضمن أسرع 10 دول نموا للشمول الرقمي وفق تقرير مؤسسة رولاند بيرجر. كمان عندنا أنها تقدمت في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، وكمان في مؤشر الإنترنت الشامل. تعليق حضرتك. الحقيقة يمكن مصر بقالنا فترة بنبص على المؤشرات الدولية دي بجدية، وبنحاول ان احنا يعني نتنافس مع نفسنا عشان نبقى احسن كل سنة، ودايما مؤشراتنا المختلفة بالجاهزية، سواء الجاهزية في سوق العمل والجاهزية في نظام الاي تي وخلافه، او الكفاءات الموجودة عندنا، او التدريب اللي بيقوم، او النتيجة اللي بحققها في قطاعات مختلفة، في سواء نظام الأعمال المتاح أو نظام الشباب وأعداد الشباب الجديد من خلال برامج الابتكار اللي موجودة. كل دي حاجات بتحطنا في مواقف أحسن وبنتحسن بسرعة جدا، وده بيدي نظرة لمصر مختلفة. المؤشرات دي الفايدة بتاعتها إن الاستثمار الخارجي لما بيلاقي المؤشرات دي مشجعة فبيشجعه إنه يجي يستثمر في مصر. تمام. فبالنسبة للمؤشرات بالنسبة لنا مهمة جدا، عشان دي بيدينا صورة أخرى تساعدنا على النمو وعلى التصدير برا مصر. طيب بما أن حضرتك ذكرت الاستثمار، بقى نتكلم عن الاستثمار في هذا القطاع. في الفترة اللي فاتت الحقيقة يعني في أثناء وجودي في الغرفة، إحنا عندنا اتسجل عندنا حوالي 2800 شركة جديدة في القطاع، يعني سجلوا عشان يشتغلوا في هذا القطاع بصورة أو أخرى. طبعا ده من أعلى الأرقام اللي تسجلت خلال الفترة اللي فاتت. ده لا يشمل كل الشركات الأجنبية اللي هي ابتدت تبص للسوق المصري نظرة جدية، وبتشتغل سواء في مراكز المعلومات أو في الكول سنترز اللي موجود عندنا، أو حتى في مراكز بتعمل ديفلوبمنت أو بتعمل تطوير جوه مصر عشان تاخده برا مصر في شركاتها خارج مصر. وده الحقيقة ماشي بسرعة وماشي بتركيز. الحمد لله. بلغة الأرقام أيضا، إحنا عندنا في إتاحة لمية خدمة رقمية في 4.2 مليون مواطن مسجلين عبر منصة مصر الرقمية. تعليق حضرتك أيضا على هذه الأرقام. الأرقام دي الحقيقة ما هياش معبرة قوي، لأن المية خدمة دولة وراهم حوالي 100 خدمة تانيين على وشك أنهم ينزلوا ويتاحوا للجمهور. ففي ما كنت بنتكلم عن 2021 بس. فانا شايف ان احنا في خلال احنا عندنا هدف ان احنا نعمل 500 خدمه من خلال المنصه دي، واحنا ماشيين حسيسا في هذا الاتجاه، وعلى فكره بادئين بخدمات كبيره، مش خدمات صغيره، خدمات كبيره لها ويت عالي ولها مجهود كبير بيوزن من وراها، والحمد لله في اقبال كبير على المنصه. زي ما حضرتك عارف ان الموضوع بتاع الحكومة الإلكترونية ده موضوع بقاله فترة بنشتغل فيه، بس يمكن نتيجة للتركيز الكبير المرة دي والدعم الكبير من رئيس الجمهورية للقطاع، فدي مشت أسرع قوي الفترة اللي فاتت بشكل متجدد وشكل أكثر شمولا وأسهل في الاستخدام وفي مواضيع أكثر تعقيدا، والحمد لله كلها ناجحة بإذن الله. تمام. تم أيضا إطلاق منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية بالتعاون مع وزارة العدل. يمكن ده بيقدم خدمات أيضا مهمة للمواطنين. طبعا التقاضي ومتابعة القضايا، متابعة الأحكام، الاثنين موجودين الحمد لله وماشيين وناجحين. يمكن وزارة العدل من الوزارات اللي دخلت في نظم معلومات من فترة طويلة، بس يمكن تبلور النتيجة بتاعتها في خلال السنة اللي فاتت دي بأنظمة وتطبيقات جادة ومفيدة ولها انعكاس على الجمهور عالي جدا. تمام. احنا عندنا كمان في مصر الحقيقة في تدريب ل 200 ألف متدرب ب 1.1 مليار جنيه في 2021 فقط. أهمية ده إيه من وجهة نظرك؟ هو يمكن البيان ده مش كامل، لأن المهم في البيان ده نوعية التدريب. التدريب اللي بيتم كله تدريب على تكنولوجيات حديثة. النهاردة الدولة بتركز على إعداد الشباب المصري ان هو يبقى يتبوأ في خلال الفترة الجاية
أماكن يستحقها عالميا في مجال النظم الحديثة. النهاردة في القطاع بتاعنا ميزته أن كل فترة وجيزة كل سنتين أو خلافه بيتغير تماما التكنولوجيات اللي موجودة، وبالتالي ممكن أي حد يقدر يخش بسرعة ويقدر ينافس اللي موجودين، نتيجة لأن دي حاجة جديدة على الكل. يعني النهاردة بنتكلم على الذكاء الاصطناعي، ده بقاله مفيش يعني جدي بقاله 5-7 سنين. لو بنتكلم على انترنت الاشياء جديا بقاله 5-7 سنين، فكلها تكنولوجيات لسه حديثه واحنا بنركز عليها في الفتره اللي فاتت دي، وان شاء الله الفتره الجايه ان كل التدريب موجه الى هو ما هو جديد في نظم الحاسبات و تمام. يعني من ضمن أيضا مساهمة القطاع في قطاعات أخرى عندنا تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتأكيد قطاع تكنولوجيا الاتصالات كان ليه دور أيضا في هذا التطوير. التأمين الصحي من المشروعات الطويلة الأمد، يمكن احنا ابتدينا فيه فترة طويلة جدا، بس يمكن لم نصادف نجاح كامل في الفترات السابقة. الفترة الأخيرة دي عملنا مرحلة والمرحلة الثانية تمت والحمد لله كانوا ناجحين ولهم انعكاس عملي قوي ويستخدم حاليا دلوقتي. وطبعا احنا كلنا ثقة ان الويف او المجال الجديد احنا داخلين فيه ده هنقدر نوصل التأمين الصحي كامل الى ميكانة متكاملة تغطي كل جمهورية مصر العربية من خلال التكنولوجيات الحديثة عشان تقدم الخدمة لكل ربوع مصر بنفس المستوى من خلال التكنولوجيا الحديثة وريموت سنسينج وريموت دياجنوستكس وخلافه. عندنا كمان خلال 2021 كان في مشروعات كتيرة جدا لريادة الأعمال داخلة فيها التكنولوجيا بشكل أساسي، وفي شباب الحقيقة مصر يعني حقق ابتكارات وإنجازات في هذا المجال واستفادوا الحقيقة من البنية التحتية لهذا القطاع. تعليق حضرتك على دعم التكنولوجيا لريادة الأعمال في مصر. هو احنا بنتكلم على دعم الشباب، احنا بالنسبة لنا بندعمه في القطاع بتاعنا وقطاع تكنولوجيا المعلومات. احنا عندنا مجموعة من الحضانات الوزارة بتقوم بيها والقطاع الخاص وقطاع زي بتاعنا احنا في الغرفة وقطاع الجمعيات، كلنا بنركز على النقطة دي من خلال انشاء مجموعة من الحضانات عشان نشجع الشباب ان هو يبتكر ونساعده ان هو يخش السوق المصري بالابتكار الجديد بعد ما ينزله كمنتج وبنزله في شركة يقدر يقف على رجلينه وينافس بيها. عندنا طبعا الحضانات وبعدين عندنا المسرعات، فاحنا ما بنسيبش الشباب بعد ما ياخد اول منتج، لا احنا بنساعده عشان يقف على رجليه ويكبر المنتج بتاعه ويكبر وجوده في السوق. تمام. عايزين نتكلم عن البنية التحتية لهذا القطاع الجديد اللي حصل فيها خلال عام 2021 واللي هيحصل بعد كده، لانه ده قطاع الحقيقه يعني بينمو بشكل مستمر وبيتطور بشكل يوم بعد يوم. طبعا البنيه الاساسيه اللي هي يعني ممثله في الشبكه سواء الشبكه الارضيه او الشبكه الموبايل، البنيه الاساسيه دي هي الاساس في نمو القطاع. فالنهارده احنا مش هنقدر نتعامل من خلال مركز ليغطي كل جمهوريه مصر العربيه من خلال حاجة غير الشبكة اللي بنتكلم عليها. فبالتالي الدولة بصة جامد لهذا المجال وبتحط فيه استثمارات عالية جدا. احنا النهاردة ماشيين على التوازي في طريقين، طريق اللي هو الفايبر، فايبر اوبتكس اللي هي الخلايا الضوئية دي، ان احنا بنحاول نبني شبكة كبيرة من الخلايا الضوئية تحل محل الشبكة النحاسية اللي موجودة في مصر. ده بتتكلف بلايين الجنيهات، بس ده حاجة اساسية عشان نعمل هذا الكلام. وزي ما اتكلمنا من شوية عن القمر الصناعي طيبة واحد اللي هو هيقدم الانترنت من خلال القمر الصناعي، وبالتالي هيقدر يتيحه للأماكن اللي صعب الوصول إليها زي سينا وزي الصحراء الغربية في الواحات وخلافه. كل دولة مفروض احنا نوصلهم برضو نوصلهم الخدمة بصورة أخرى بنفس المستوى بنفس السرعة المتاحة للقاهرة. وكمان يعني في ارتفاع لمتوسط السرعة الثابتة الانترنت في مصر. الانترنت في مصر طلع من 5 ميجا ل 45 ميجا. تمام. الانترنت الموبايل وصل برضو لحوالي يمكن 70 ميجا. الانترنت في المدن الجديدة وصل الى 200 ميجا. فبالتالي الحمد لله كله ماشي بخطى حسيسة ان هو يطور يعني. طيب على ذكر الموبايل بقى نتكلم عن اعتماد النظام الجديد لترددات الهاتف المحمول عام 2021 ب 1.17 مليار دولار. 1.17 ده اللي يهمنا ان هو بيفيد الدولة، انما احنا كقطاع اللي يهمنا الترددات اللي اتيحت للشركات. الترددات دي هي اللي هتمكن الشركات من انها تقدم خدمة احسن سواء في الجيل الثالث او في الجيل الرابع، لان حاليا الشبكة الى حد ما يعني هي طبعا الحمد لله اتحسنت بس لازالت مخنوقة الى حد كبير. النهاردة في وجود الترددات دي هنقدر
ندي للشركات فرصة أنها تقدم خدمة أسرع وخدمة أكثر اعتمادية. طبعا بنحس أن في الخدمة بتقطع كل شوية وخلافه، ده نتيجة لمشاكل في الترددات المتاحة دلوقتي. احنا النهاردة مش بس بنتكلم على كده، بنتكلم على عدد أبراج ضخم جدا، تقريبا ضعفنا عدد الأبراج اللي هي كانت موجودة لشركات الموبايل، وبنسهل الدولة بتسهل لهم ان هم ينشئوا الشركات الموبايل الأبراج دي في أماكن كتيرة كانت صعبة شوية في وقت من الأوقات. دلوقتي النهاردة السرعة بتاعت إنشاء الأبراج دي كبيرة جدا، وظهرت شركة حديثة اللي هي بتقدم أبراج. الأبراج دي بتبقى متاحة لكل الشركات أنها تشارك عليها بأجهزتها عشان توفر على الشركات بناء أبراج خاصة بيها. فالنهاردة البرج ممكن يشيل 4 شركات عليه، وبالتالي تكلفة وجود برج للشركة نزل إلى الرابعة، وبالتالي تساعدهم أن يعملوا أبراج أكتر. تمام، بشكرك المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات سابقا، شكرا جزيلا. ويمكن في نهاية آخر حلقة لينا في عام 2021 بنختم بتقرير بلخص لنا حصاد الأكثر بحثا في العالم على جوجل، مؤشر البحث العالمي لعام 2021، واللي دايما بيكون محط أنظار العالم، لأنه بلخص ببساطة أبرز الأحداث واهتمامات الناس اللي شغلت الناس خلال العام المنقضي. أسيبكم مع هذا التقرير واللي بيه بنختم هذه الحلقة، ونشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع المقبل وأول حلقتنا في العام الجديد إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء. This year has been extremely challenging for me. I am broken. And I am healing. I'm here at the memorial wall. I wanted to do something to remember my mom. For some reason, I'm having anxiety. Obviously, it's normal with everything that's going on right now. I think I'm going to take a break for a while. Can get through it, and if you can get through it, there's a greater reward on the other side. Just like anybody else, you know, I'm just trying to do my little part to try and save my community. Ta-da. I'm just really excited we're back open, and I am smiling under my mask. Incredible scenes on the day the fans came back. Welcome back to the theater. You guys, it's been so long. You're looking at yourself in the mirror and you're just like, there I am. Your best. Never, ever, ever stop dreaming. I don't care what they tell you. We, the jury, in the above entitled matter, as to count three, find the defendant guilty. I am proud to be religious. We are not drowning. We are fighting. We cannot keep quiet about climate injustice. No action is too small. We just have to band together as a community and get people's lives back. Even as we grieved, we grew, that even as we hurt, we hoped, that even as we tired, we tried, that we'll forever be tied together, victorious.